بشرة جافة وشعر جاف. بالنسبة للبشرة جافة إذا خصنا مواد اللي غترجع لينا كما كنقولوا الماء للذات ديالنا، فمن المواد هي المواد اللي كتكون غنية بالفيتامين أو. مثلا ناخذوا زيت لافوكا، إذا تاخذ معلقة كبيرة ديال زيت لافوكا، معلقة كبيرة ديال زيت الكوكو، أو معلقة كبيرة ديال زيت منوار الشمس. وإلا بغينا نزيدو لها معلقة كبيرة ديال زيت الذرة، الزيت ديال الذرة. خلطوا هاد الخليط، ذوبوه في حمام مريم مزيان حتى يتخلطوا وتحصلوا على واحد الخليط متجانس. ثم كندهنوا به، دهن به البشرة ديالها وكذلك الشعر ديالها، لأن قالت لك الشعر والبشرة ديالها جافين، وتستعملوا كل ليلة وتخليه فهو سريع الامتصاص، ماشي مشكل ما يضرلاش البشرة ديالها، وتستعملوا مدة ديال شهر. نعم، الشفار كيطيحوا يا اما السيدة مثلا اخت خنسة اللي دارت سميتهم هذوك الشفار الصناعيين ومنين حيداتهم قلعات الطبيعيين، واش زيت الخروع مزيانه؟ اختي دابا الشفار حيت نقصولك ما كاينينش، يعني نقلالو بزاف، فزيت الخروع فوقاش كتصلح الا كان عندنا الشفار وبغينا نقويوهم. ياك، اذا احسن حاجه الزيت ديال الخوخ ولا الزيت ديال المشماش؟ زيت الخوخ ولا زيت المشمش؟ أيه. كيفاش دير لها زيت الخوخ؟ غادي كما غادي تاخذوا في قطين كما كنقولوا، وغدهن بها العين ديالها، تبات به تدهن العين كامله، لان اصلا هي مفيده غير شويه، ولكن ماشي تكثري عاوتاني، غير شويه ودهني بها البلاصه ديال الشفار. أيه. كل ليله تستعمليها ان شاء الله مده ديال شهر ونص، راه غادي تكثر غتكثر لها غتكثر لها. واخا السؤال الاخر خمسه، زيت الثومه ما يصلحش؟ زيت الثومه، زيت الثومه اختي راه قاصح على العينين اختي، تي لحكيتي زيت الثومه راه اش غادي نقول لك. شنو كان السؤال الاخر ديالك خمسه؟ بالنسبه للشعر ديالي مهلوك بالكيماويات، وعندي راتونسيو كيطلع لي حيت ما نقدرش ندير اي عشوب. واخا اشرحي لي الكيماويات، اش كديري لي الصباغه بزاف ولا شنو؟ الصباغه كنديرها كثير بزاف. هاكاك، واش الكثيره؟ دايره البرودوي الكيراتين شعري. هاكاك، واش الكثيره غادي تصلح ولا ما غاديش تصلح؟ ياك هذا هو السؤال ديالك. اذا جاوبوها باختصار دكتور عماد. نعم، اذا غاديري شوف غاتاخذي زيت كوكو، ياك غتاخدي زيت الزيتون، غتاخدي زيت اللوز الحلو، ياك ايه خويا، غتخلطيهم كاملين، غدوبيهم في حمام مريم واحد شويه حتى يتخلطوا، وغتولي كدهني بهم شعرك كل ليله. ماما كل جور؟ كل ليله شاكن وي، ونغسلوه في الاخر. حيت درنا زيت الكوكو ودرنا زيت اللوز الحلو، فواخا هذيك زيت الزيتون غادي تغدوب وسط منهم، ماشي مشكل. صافي تخليه في شعرك، صافي باش يكون ان تريتمون. صافي شحال من ساعه زعما نديرهم؟ لا خليهم في شعرك، لان دغيا غيتمتصوا، دغيا غادي يذوبوا مع، يعني حيت دايرين زيت الكوكو وزيت اللوز الحلو، فزيت الزيتون كتكون مخبيه وسط منهم، ما غاديش تضر لك البشره ديالك. حنان مصويره اللي كنقول لك صباح الخير، كتقول انها عفاك عندها نخاله ديال القمح وبغات تديرها للشعر والوجه، كيفاش تدير ليها وميرسي؟ بالنسبه للوجه كلا تاخذ معلقه كبيره ديالها، اذا خالد القمح كتصلاح دير ماسك للبشره والشعر. ولكن اش من نوع ديال البشره واش من نوع ديال الشعر دكتور عماد؟ فهي مغذيه، وهي كتصلاح لجميع الانواع، لانها فيها مواد مغذيه، فيها مواد اللي كتطهر البشره كذلك، كتنظفها، كما كنقولوا كتخدم مزيان النضاره، ان البشره كترجع لها ديك الصفاء ديالها كما كنقولوا. فإلا بغينا نستعملوها للبشره كناخذوا معلقه كبيره ديال النخاله، كناخذوا جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، وكناخذوا معلقه كبيره ديال التفاحه محكوكه، كنخلطوهم مزيان، كندهنوا بهم البشره ديالنا، كنخليوهم مده ديال نص ساعه وكنغسلوها. بغينا نستعملوها للشعر الطريقه كتختلف، كناخذوا معلقه كبيره ديال هاد النخاله ديال القمح، كنضيفوا لها جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكنحكوا فيها واحد الفلفله خضراء، لان ماده الكابسي اللي في الفلفله جد مفيده للشعر، فكتعطي واحد التناسق زوين مع النخاله ديال القمح. اذا معلقه كبيره ديال النخاله ديال القمح، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، فلفله خضراء حلوه اللي كنحكوها معاهم، كنخلطوا هذا الخليط، كنشقوا به شعرنا، يعني كندهنوا الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوها مده ديال ساعه ثم كنغسلوها. هذه العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع مده ديال
شهرين حتى ثلاث شهور، فهي كتعطي واحد الفائده كبيره للشعر ديالها. ديما معكم مستمعاتنا، حنا مباشره على راديو اصوات اذاعتك لاله المفضله راديو اصوات، وفي برنامجك حديث ومغزل مع سناء الزعيم. وعندنا هاد رسائل الاس ام اس اللي كتبعتوها لينا نتوما مستمعاتنا وحنا كنجاوبكم عليها. سميحه من اكادير بغات من عندك دكتور عماد وصفه طبيعيه لفتح الشهيه والحبوب الرقيق اللي في الوجه. وشكرا اختي سناء، شكرا لك سميحه ومرحبا بك على راديو اصوات. اش تقول سميحه؟ نعم. من اكادير. فالحبوب الرقيق قلنا ان ناخذ معلقه كبيره ديال زيت الخروع، معلقه كبيره ديال زيت السلميه اللي كنخلطوهم وكندفيهم كندهنوهم، كناخذ القطن كندهنوا هذا الخليط هذا على الاماكن اللي عندنا فيها الحبوب، كنخليوها ساعه وكنمسحوها. بالنسبه للشهيه، فتح الشهيه كناخذ معلقه كبيره ديال الحبق، معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره او عفوا معلقه صغيره ديال الزعتر. كنضيفوا لهم كاس كبير ونص، عفوا كاس كبير يعني كاس كبير ونص هذيك ديال الماء المغلى، كنخليوه حتى كيطلق مزيان. وكتولي كتاخذ كاس صغير ربع ساعه قبل الاكل وجوج المرات في النهار، ماشي ثلاثه المرات، غير جوج مرات في اليوم. اذا الحبق كيساعد على فتح الشهيه بالفعل، لا هو ولا النافع ولا الزعتر، فهما مواد اللي كتساعد على فتح الشهيه. فاطمه زهرة من سلا كتسولك دكتور عماد، عندها الولسيسه في التاجي ديالها، متحت التاجي ديالها، مشات للطبيب قال لها ما تخافش ولكن كتعطيها الحريق، واش ممكن تنصحها بشي وصفه؟ ممكن نصحها، لان كما كنقولوا انا الولسيسه ضروري تكون مراقبه طبيه، مره خصك تمشي تشوف الطبيب ولكن للمساعده. ولكن الا الطبيب قال لها ما تخافيش، يعني انه الحمد لله بعد هذه الولسيسه هي. نعم. ماشي شي الطبيب. نعم ماشي ورم، متفق معك، ولكن ما تخافيش في ديك اللحظه. إيه. يعني خصها تبدا دائما تقرا البال، دائما تراقب باش تكون دائما على بال كما كنقول، لانه الولسيسه ممكن يكون السبب ديالها هرمونات او مثلا يكون السبب ديالها دوك كما كنقولوا دوك العروقه اللي كيكونوا في الثدي، كذلك حتى هما كتكون الدورات الدمويه فيهم ما كتمشيش بواحد الصفه منتظمه، هادو هما المشاكل اللي كيمكن يوقعوا. نعم. او بالنسبه للمراه المرضعه كتكون دوك كما كنقولوا دوك الغدد ديال الحليب، حتى هما كذلك كيكونوا عامرين بحال الحليب كيتحجر فيهم. نعم. حتى هو كيعطي هذا المشكل هذا. اذا تاخذ معلقه كبيره ديال زيت البابونج ومعلقه كبيره ديال زيت الزعفران الحر اللي غيساعدوا على تحسين الدوره الدمويه وكذلك يرطبوا هذاك الحريق اللي كان فيه الحريق. اذا معلقه كبيره ديال زيت البابونج، معلقه كبيره ديال زيت الزعفران الحر، تخلطهم مزيان ودير بهم واحد الماساج، ما تبركش بزاف ولا هذه، ماساج خفيف على ديك البلاصه وتخليهم، فان شاء الله غادي يبرد عليها شويه الحرق. وما يكون عندك باس ان شاء الله اخت فاطمه الزهراء من سلا، تحيه كبيره لك دكتور عماد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.